المجتمعات الخاضعة للمؤثرات العولمية الشديدة، والمجتمعات العربية على نحو خاص بحكم أن هذه المجتمعات تستمد هويتها من القيم الإسلامية والقيم الدينية التي يجد الإنسان نفسه بموجب هذه القيم. يجد الإنسان المسلم نفسه في مواجهة أو على الأقل في تناص مع مجمل القيم التي تبشر بها الحضارة الحديثة والحضارة المعاصرة، التي تسعى هذه الدورة العولمية الكاسحة التي هي أشبه بالجائحة التي حاولت أن تصل إلى كل المجتمعات وكل أطراف أبدأ بملاحظة الأولى أسجلها في هذا السياق، متعلقة بتحديد طبيعة الأسرة أو مكانة الأسرة في الوجود الاجتماعي بشكل عام. قبل أن نتحدث عن الأسرة باعتبارها حاضنة للقيم ومنتجة للقيم ومنشئة للأجيال على القيم، إذا حاولنا أن نختصر تعريفنا للكيان الأسري أو للمجال الأسري، ربما قد يصح منا القول إن الأسرة هي عبارة عن كيان اجتماعي تتشخص فيه معادلة الزوجية، هذه المعادلة التي من خلال مقاربتنا للنص القرآني نلاحظ أن القرآن يؤكد على الطبيعة الزوجية للكون وللمخلوقات جميعا. يقول الله جل جلاله: ومن كل شيء خلقنا زوجين. ومن كل شيء صيغة قرآنية تفيد الاستغراق والشمول والعموم، بمعنى أن الخلائق جميعا تحكمهم معادلة الزوجية ويحكمهم قانون الزوجية ويحكمهم نظام الزوجية. ونظام الزوجية هذا هو نظام مقابل لنظام الأحادية أو لقانون الأحادية. من منظور مختلف نقول إن نظام الزوجية من أمارات
المخلوقية، بمعنى أن من طبيعة المخلوق أن يكون في كينونته زوجية الصبعة وزوجية الطبيعة، ليس هنالك مخلوق مستقل بذاته أو يستطيع بالاستقلال الذاتي أن يحافظ على استمرارية الوجود. ولذلك فإن شرط استمرار الوجود بالنسبة لكل الكائنات والمخلوقات أن يركن المخلوق إلى زوجه، وأن يسكن كل مخلوق إلى زوجه، وبالتالي فإن الإنسان ضمن هذه الحقيقة التكوينية في الخلق يحتاج من أجل أن تستمر حياته، من أجل أن يستمر وجوده، يحتاج إلى زوجه الذي به كمال هويته وتمام هويته في هذه الحياة. ولذلك الله عز وجل يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فوجود هذا القانون بالنسبة للإنسان كوجوده بالنسبة لسائر الكائنات والمخلوقات هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، هو معجزة من معجزات الخلق. نظام الزوجية علامة هادية في الكون دالة على وجود الخالق جل وعلا. أرجو أن أحافظ على هذه الملاحظة البسيطة التي نذكر من خلالها بأصل عقدي من الأصول العقدية التي تسالم عليها أهل الأديان عموما وأهل الشرائع السماوية عموما وتسالم عليها المسلمون، فهي من مستيقنات الاعتقاد الإيماني الإسلامي. إنما القرآن يدفع بهذه القضايا كلها إلى المجالات التبعية فهي تبع لغيرها، ويرشح القرآن مطلب الأكرمية باعتبار أنه من المطالب المتصلة بهوية الإنسان، بأصالة الإنسان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله ليس الأكرم عند الله الأكثر ثراء، وليس الأكرم عند الله الأكثر تحصيلا لعناصر القوة المادية في الكون والحياة، وإنما الأكرم عند الله الأتقى. وهذا ليس نقيضا لحصائل الخبرة البشرية في المجال المادي، ولكن القرآن يريد أن يقول لنا إن الإنسان بدون هذا المعطى القيمي لا يكاد يساوي شيئا، لا يكاد يذكر في هذه الحياة. ولنا في الحضارة المعاصرة الآن، في مآسي الإنسان في الحضارة المعاصرة الآن، ألف شاهد على هذه الحقيقة التي نؤكد عليها. ضمن هذه الملاحظة الثانية أستظهر ملاحظة فرعية أخرى. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالخطاب هنا إلى الناس، وهذا متناغم مع الطبيعة العالمية والطبيعة الإنسانية للوحي القرآني أو الوحي الإسلامي. فمن مسلمات الاعتقاد الإيماني أيضا أن الخطاب الإسلامي هو خطاب للوجود الإنساني كله وخطاب للإنسان. القرآن خطاب إنساني بامتياز، وجه الله من خلاله كلماته إلى الإنسان مطلق الإنسان. يقول الله جل جلاله: يا أيها الناس إنا خلقناكم. فالمسألة قضية مرتبطة بالتدبير الإلهي في المجال القدري الكوني. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، معادلة الذكور والأنوثة. عندما نتحدث عن الأسرة، هل يمكن أن نتصور أسرة من الناحية المجردة، هل يمكن أن نتصور ذرية ذكورا وإناثا دون هذا اللقاء الثنائي بين الرجل والمرأة، دون هذا التواصل أو الاتصال بين عنصر الذكورة وعنصر الأنوثة في الحياة الاجتماعية؟ أعتقد بأن الأمر مستبعد إلى حد كبير، بل أكاد أقول إنه ينافي طبيعة التدبير الإلهي في هذا السياق. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. القرآن هنا أيضا يضعنا أمام مطلب أساسي في العلاقات على الصعيد الإنساني، مطلب المعرفة. يرشح القرآن أيضا إلى جانب القيمة الأخلاقية المتمثلة في الأكرمية، يرشح آلية
للتواصل الإنساني هي آلية المعرفة. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لأن المعرفة هي الخط الواصل بين الشعوب والقبائل، هي الناظر الذي ينتظم الحياة الإنسانية، هو قنطرة العبور إلى الثراء الإنساني والغنى الإنساني، لأن المعرفة هي الوسيلة التي من خلالها ينفتح الإنسان على أخيه الإنسان في السياقات التاريخية والسياقات الاجتماعية المتعددة. القرآن يتحدث عن المعرفة، ومعنى ذلك أنه إلى جانب القيمة الأخلاقية المتمثلة في قيمة التقوى باعتبار أنها مدرج للمنافسة في رتب الأكرمية، يطرح القرآن إلى جانب ذلك القضية الأخرى المرتبطة بالأساس العقلي في العلاقات الإنسانية، المعرفة. بدون معرفة لا يمكن أن تستفيد البشرية من عطاءات البشرية ومن إبداعات البشرية ومن زوايا نظر البشرية، لأن للبشرية زوايا نظر متعددة. فالقرآن الكريم يفتح آفاق استثمار الرؤى الإنسانية والخبرات الإنسانية والتجارب الإنسانية. لماذا نقول هذا الكلام؟ نقوله لأن الأسرة ضمن هذا الأفق الذي نتحدث عنه تلعب أو يجب أو ينبغي لها أن تلعب دورا ريادية في هذه السياق. لا يمكن أن نتحدث عن الأسرة ووظائفها في المجتمع المسلم دون استحضار هذه الأوليات، دون استحضار هذه المضمرات أو المضمرات عفواً المؤسسة التي تؤسس لمنطق النظر. يؤسفني ويحزنني كثيراً أن كثيراً ممن يتحدثون عن قضية الأسرة ووظائفها ودورها وكذا إلى آخره، واجباتها ومسؤولياتها إلى آخره إلى آخره في مجال القيم، تعزب عنهم وتغيب عن أذهانهم هذه الحقائق التي أعتبرها كالقواعد. إذا كان الله قد قال في حق إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فإن قواعد الاجتماع الإنساني وقواعد الاجتماع الإسلامي على نحو خاص إنما هي قواعد على كل تشخصها هذه الأصول التي أتحدث عنها الآن. أيها الإخوة، ضمن هذه الحالة الإنسانية، حالة التعدد الإنساني، حالة التنوع الإنساني، حالة الاختلافية الإنسانية، تعدد في الشعوب، تعدد في القبائل، اختلافية في الملل والنحل، في العقائد، في الرؤى، في التصورات، في المسارات التاريخية المتعددة، ضمن هذا السياق القرآن كلف هذه الأمة تكليفا رساليا ثقيلا. يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. والتعبير القرآني تعبير بليغ جدا مؤثر، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخرجت للناس، هذه الأمة لم يخرجها الله لذاتها وإنما أخرجها للآخرين، فهي تعيش من أجل الآخرين، فهي تعيش من أجل هداية الآخرين. والأصل في البنيان الأسري ضمن هذا التصور وضمن هذه الرؤية في البنيان الأسري أن يكون بنيانا أسريا يحيا من أجل الآخرين. وما كان لهذا البنيان أن يعيش من أجل الآخرين إذا عجز أن يحقق الحياة القرآنية والحياة الإسلامية والحياة القيمية في نفسه، القيمية في نفسه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. كيف يمكن أن تقدم الهداية للخلق وأنت تفقدها في نفسك؟ كيف يمكن لك أن تقدم الخير للناس وأنت عاجز عن تمثل الخير في نفسك؟ كيف يمكن أن تحدث الناس عن الحق والعدل وعن أداء الأمانات وعن الخير وعن الوفاء وعن الصدق وعن الإتقان وعن الإحسان وعن المساواة وعن الحرية وعن الحقوق وأنت تفقد هذه الأشياء وتخل باقتضاءات هذه الأشياء في ممارساتك الفردية وفي ممارساتك الأسرية والعائلية؟ إذن الأسرة المسلمة أسرة رسالية
والمكون العائلي في المجتمع الإسلامي أو الأسري هو مكون رسالي وظيفي. وظيفي، هنالك وظيفة يؤديها هذا المكون، وهنالك رسالة تؤديها هذه العائلة أو هذه الأسرة. طبعاً عندما نتحدث عن عن الإطار القيمي أو النواظم القيمية للأسرة، فلا شك أننا نتحدث عن القيم المستمدة، القيم التي تخلقت في رحم الشريعة. ولذلك هنالك صلة أخرى وهي المناطقة الثالثة والرابعة التي أريد أن أسجلها. هنالك صلة قوية جدا بين الإنسان والقيم الإنسانية، وبين الإنسان والقيم الإنسانية والفطرة التي فطر الله الناس عليها، وبين الفطرة والدين. هذه العلاقة الجدلية، هذه العلاقة التكاملية بين هذه الأبعاد. يقول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. منظومة القيم هي منظومة حامية للخلق الإنساني. يقول الله: لا تبديل لخلق الله. كل منظومة لا تجري على سنن الدين مآلها إلى إخلال الوجود الإنساني أو إخلال مقتضيات الوجود الإنساني. ولذلك هنالك مطابقة بين الفطرة والدين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، أي ما جاء الدين بقيمه ليبدل الخلق، وإنما ليحمي الخلق والخليقة، ليحافظ على الطبيعة الفطرية للإنسان. لنكون صادقين مع أنفسنا، أنا لا أرى تناقضا ولا تضادا ولا تنافيا بين الدنيا والآخرة، ولكن إذا أصبحت الدنيا قبلتك، وأصبحت الدنيا مقصدك، وأصبحت الدنيا غايتك، وأصبحت الدنيا حلمك، وأصبحت الدنيا سقف اهتمامك، تصبح الدنيا حينئذ ضدا على الآخرة ونقيضا للآخرة. الدنيا تتوسل بها، تتوسل بها لعمارة الأرض، وتتوسل بها للارتقاء في كمالات كمالات الوجود الإنساني. ولذلك أقول: هل نحن ممن سلم من هذه الآفة؟ إذا كان الله قد طلب من النبي أن يعاتب أزواجه إن كنتن تريدن الحياة، فما القول في من يريد من الرجال الحياة؟ وكيف يتكلم عن الكيان؟ هو غارق في فتنة الحياة، عاشق لدنياه، ويريد أن يتحدث عن الكيان. هذه هي عبارة عن بعض التوضيحات وبعض الاستفسارات، من جملتها ورود كلمة جائحة في العرض، اعتبار القيم جائحة. أضفت إليها: تأتي على الأخضر واليابس، باعتبار أن الجائحة هي جائحة جعش بالأمازيغية جعش، فهي مستمدة من بيئة فلاحية، هي بيئة إقليم بركان، تبع تحاس معروفة بالفلاحة. هل هذه الجائحة مستوردة من الغرب أم هي جائحة من أنفسنا؟ هي جائحة مستمدة منا أم هي مستوردة؟ إذن صاحب الأستاذ سيعلق على الجائحة بطبيعة الحال. هناك نقطة أخرى في الموضوع تتعلق بعلاقة هذا العرض الذي سمعناه جميعا بالحركة الإصلاحية في المشرق العربي، خاصة إذا تعلق الأمر
بالشيخ محمد عبده الذي طلب بالرجوع إلى الينابيع الأولى للإسلام من أجل أن تستقيم الأخلاق وتستقيم القيم. الآن خرجت لغيرها والأسرة أصبحت قادرة على أن تكون قدوة ونموذجا في آخر الكلام الأستاذ ميمون ذكر أن الالتزام بالإسلام وضرورة تثبيت القيم الإسلامية داخل الأسر. هذا التثبيت هذا القيم في حد ذاته الآن كما ذكر هو مهدد على المستوى الإعلامي على المستوى الأسري، مهدد من الخارجية ومهدد داخليا. إلى أي حد تستطيع الأسرة الآن في واقع المعيشة أن تنهض بمسؤوليتها؟ سؤال آخر لمشروع طه عبد الرحمن العظيم في تثبيت القيم خاصة الظهرانية، هل هذا سؤال ثقافي، هل يرى الأستاذ ميمون بأن هذا الطرح وهذا البحث العميق يمكن أن يكون نقلة نوعية على مستوى على الأقل على المستوى الفكري ولدحض النظريات الآخر في أن القيم الآن لها أهميتها، حتى أن الآن الدين أدخل في المحافل الدولية على أنه أمر ضروري، ودخول الدين بالنسبة للإسلام هو مكسب كبير ليكون الدين هو من النقاط الأساسية من أجل هذا المعنى واردا. مسألة أخرى قضية الثابت والمتغير في القيم، الآن هناك من يطرح هذه الإشكالية بينما نحن في عقيدتنا لن يتغير السبب ولن يتغير الحياة ولن يتغير مجموعة من القيم، تبقى ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان. هنا أطرح السؤال الآتي، كيف نستفيد من القواعد الفقهية والقواعد الأصولية في تقعيد المفهوم والتأثير المفهوم القيم؟ أباء والأمهات بالمعنى الضيق داخل الأسرة ليس لهم تأثير، بل أكاد أقول بأن التربية الموفقة التربية المحكمة الموفقة داخل الأسرة متكفلة بحماية الولد حتى في مراحل الحياة الأخرى، بمعنى أن الأسرة ستضمن شخصية الطفل في مراحل التكوين الأولى، ستضمنه طبائع وعادات وعلى كل جملة من القناعات الذاتية وجملة من السلوكات الطبيعية التي هي أشبه بالبصمة الوراثية، أقول أشبه بالبصمة الوراثية. حتى لو افترضنا أن الأبناء بعد ذلك ربما قد يخضعون لعوامل تأثير خارجية، ربما قد ينحرفون، ربما قد تضعف شخصياتهم، لكنهم سيحملون دوما وأبدا رصيدا أسريا مضمرا خزانا من القيم تربوا عليه في النشأة الأولى. ولذلك حديثي السابق ليس معنى لا ينبغي أن نفهمه منه إطلاقا، ولا أعتقد أن أخي الكريم قد فهم ذلك، ولكن لدفع هذا التوهم لا ينبغي أن نفهم بأن الحديث السابق عن امتدادات السلطان الأسري وتأثير هذا السلطان الأسري على الأبناء في مجالات الحياة المختلفة، هذا لا يعني التزهيد أو التقليل من القيمة ومن خطورة النشأة الأولى. النشأة الأولى لها تأثير كبير جدا، وكلما وفق الآباء والأمهات في تربية الأبناء في المراحل العمرية الأولى كلما أمكنوا أبناءهم وأقدروا أبناءهم على مواجهة الحياة بعد ذلك. هذا لا يمنع من أن يتحمل، هذا لا يلغي الواجب الأسري الآخر أن يتحمل الآباء والأمهات مسؤولياتهم تجاه أبنائهم خارج النطاق الأسري من خلال توفير البيئات المساعدة للأبناء على النشأة الطيبة، من خلال إيجاد الفضاءات، من خلال بناء المؤسسات المختلفة التي تساهم في تربية الله. خذ مثلاً التربية والتعليم، مشكلة التربية والتعليم هذه مسؤولية الآباء والأمهات،
أبنائنا كيمشوا للمدرسة وكيتلقاو كيتغذاو بما على كل ما يقدم لهم من معلومات ومن معارف ومن قيم إلى آخره إلى آخره. ولكن هذه البرامج، هذه الحمولات، هذه المضامين يتحمل الآباء مسؤولية توفير ضمانات سلامتها وضمانات على كل صوابيتها. في مداخلته الأولى تحدث عن بعض الأفكار التي طرحتها، وتساءل ضمن حديثه تساءل عن خاصة هذه الجائحة. قال هل هي جائحة ذاتية أم هي خاصة أم هي جائحة غيرية؟ أنا أقول بأن هي جائحة يزدوج فيها العامل الداخلي والعامل الخارجي. هذه الجائحة هنالك علل وآفات وأسباب تاريخية عميقة جداً